أرحب بكم في اجتماعنا اليوم الذي عقد في وسط ظروف عصيبة لغاية تمر بها منطقتنا. لقد تسببت الحرب على غزة في حدوث كارثة إنسانية، فضلا عن الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية تكريسا لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف. إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج والتهجير القسري واستخدام التجويع كأداة للحرب والتحريض والتجريد من الإنسانية والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. إننا نشهد في هذه الأيام تصعيداً إقليمياً خطيراً يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع. إننا نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع. وإننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب وإصرار البعض على التطبيق الانتقائي للقوانين للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد لا يفوتنا أن نعبر عن التقدير البالغ لكل ما تقوم به الأمم المتحدة من جهود حثيثة وأعمال بطولية من قبل العاملين فيها، معربين عن خالص المواساة لذوي من فقدوا أرواحهم في سبيل أدائهم لواجبهم. أصحاب المعالي والسعادة، يأتي اجتماعنا اليوم نابعاً من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا أمام معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولأننا كأعضاء اللجنة العربية الإسلامية مع شركائنا في مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي توصلنا إلى حقيقة أن الانتظار لحلول التفاوضية لإنهاء الصراع القائم لم يعد خياراً ممكناً، وأصبح من الضرورة الملحة تحركنا بشكل جماعي في اتخاذ خطوات عملية ذات أثر ملموس للدفع باتجاه الوقف الفوري للحرب وتنفيذ حل الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة امتثالاً للقرارات الأممية والقانون الدولي. ونعتبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال. عليه نؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرا، وندعو كافة الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل ب 149 دولة معترفة بفلسطين. إن تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة بما فيها إسرائيل بالأمن والتعايش. إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن انطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين على أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل، ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين. كما يطيب لي أن أدعوكم لأولى الاجتماعات هذا التحالف في المملكة لنضع سوياً خطة عملية لتحقيق أهدافنا المشتركة لتحقيق السلام المنشود.